الرحلة إلى إرم ذات العماد. يكفي أن يقرأ البعض في القرآن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ليستفز فضوله لمعرفة كيف كانت تلك المدينة التي تستحق أن يصفها القرآن بأنها لم يخلق مثلها في البلاد. ويكفي أن يشتعل هذا الفضول ليخرج علينا رواة الأساطير والأخبار المتعايشون من صيحات الانبهار ونظرات الاستغراب بوصف تفصيلي عن تلك المدينة، حتى لا تحسبهم قد حضروا بناءها وعاشوا في شوارعها وبيوتها. لكن هذه المرة تأتينا القصة ليس عبر ما رواه الأقدمون ولا ما كتبه السابقون، بل إن الراوي يقدم لنا بعض من زارها من رجال عصره أو عصر قريب من عصره. تبدأ القصة من مجلس الخليفة الأموي الأول معاوية ابن أبي سفيان، حيث يأتيه رجل من اليمن اسمه عبد الله ابن قلابة حاملا بعض الآثار وقصة رحلة غريبة. يقول عبد الله إنه كان يبحث عن إبل قد ضلت له في بعض نواحي مدينة عدن، فبينما هو يبحث وجد مدينة عظيمة حولها حصن وعليها أعلام طويلة، فحسب أن بها من يمكن أن يدله على إبله، لكنه فوجئ بأنها خالية من السكان. دخل ابن قلابة من باب الحصن فوجد أمامه بابين يقول إنه لم ير في حجمهما مصنوعين من خشب فاخر طيب الرائحة ومزينين بنجوم من ياقوت أصفر وياقوت أحمر قد التمع وأضاء المكان. دفع أحد البابين فوجد نفسه في مدينة بها قصور عظيمة معلقة على أعمدة من زبرجد وياقوت، وبكل قصر منها غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وقد فرشت أرضيات تلك القصور باللؤلؤ والزعفران والمسك. ولما لم ير أحدا بالمدينة فزع، لكنه استجمع شجاعته وطاف بها، فوجد بها قنوات للماء مصنوعة من فضة تروي أشجارا مثمرة تحمل ثمارا نضرة، فوقع في نفسه أنه قد دخل الجنة التي وصفها الله في القرآن، وحمل بعض اللآلئ والمسك وعاد إلى بلده وباعها بمال كثير حتى اشتهر أمره، فبلغ الخليفة الذي أمر والي صنعاء بإرساله إليه في دمشق. وفي بلاط الخليفة قص الرجل ما جرى له، فأراد معاوية التأكد فبعث يطلب كعب الأحبار يسأله عن تلك المدينة العجيبة. حضر كعب إلى مجلس الخليفة وهناك بدأ يقص قصتها التي قال عنها: والله إني كنت أظن أني سأسأل عنها يوما. قال كعب الأحبار: إن هذه المدينة هي إرم ذات العماد، وقصتها أن عادا كان لها ابنان هما شداد وشديد، فلما مات ورثا وملكا وتجبرا وقهرا كل البلاد ودخل كل الملوك في طاعتهما، ثم مات شديد وبقي شداد وحده مالكا، وكان مولعا بالقراءة في الكتب القديمة، فلما قرأ صفة الجنة في بعض تلك الكتب تكبر على الله وأراد أن يصنع في الأرض كمثل جنة الله في السماء، فجمع 100 من قادته لكل منهم 1000 من الأعوان وقال لهم: انطلقوا إلى أطيب وأوسع بقعة في الأرض واعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وأمرهم أن تكون قصور تلك المدينة مرفوعة على عماد من زبرجد وياقوت، وأن يغرسوا في المدينة أصناف الثمار والأشجار كلها، وأن يجروا فيها أنهارا، فإني أرى هذه صفة الجنة، وإني أحب أن أتخذ مثلها في الدنيا وأتعجل سكناها. فسألوه: وكيف نجمع كل هذا القدر العظيم من المعادن؟ فبعث إلى الملوك الذين في طاعته وكانوا 260 ملكا أن يجمع كل منهم كل ما لديه من تلك المعادن ويرسلها إليه ليبني جنته، فقضوا 10 سنين يجمعونها ثم حملوها إليه. في أثناء ذلك كان رجال الملك يطوفون بالبلاد ليختاروا البقعة المناسبة لتشييد المدينة، فأعجبتهم بقعة من صحراء اليمن مستوية معتدلة بها عيون ماء جارية، فوضعوا أساسات المدينة وبدأوا بناءها، وأقاموا في بنائها
300 سنة. على حد قول الراوي فإن شداد بن عاد عاش 700 سنة، ثم بعد فراغهم من بناء المدينة أمرهم شداد أن يقيموا بها 1000 قصر، على كل قصر 1000 علم، وجمع 1000 من وزرائه وأمرهم بالانتقال للسكن بالمدينة، فتجهزوا لذلك واستغرق جهازهم 20 سنة. يبدو أن هؤلاء القوم كانوا يقسون الزمن بالعقود وليس بالسنوات. ثم تجهز الملك وتحركوا جميعا في ركب عظيم كل بأهله ليسكنوها. فلما كانوا على مسيرة يوم وليلة منها أرسل الله عليهم صيحة من السماء فأهلكتهم، ولم يدخلوها أبدا فبقيت خاوية. ويكمل كعب الأحبار قائلا إنه يرى في الكتب أن رجلا في زمان معاوية سيدخلها، بل ويصف له هيئة الرجل اليمني سالف الذكر ويشير إليه. هنا يثني معاوية على علم كعب ويجيبه قائلا يا أمير المؤمنين، والذي نفس كعب بيده، ما خلق الله في الأرض شيئا إلا وقد فسره في التوراة. وثمة رواية أخرى على قصة العثور على قبر شداد بن عاد، فيقال إن رجلا من حضرموت باليمن اسمه بسطام كان يسمع عن مغارة بها القبر المذكور، فبينما هو يسمر مع قومه إذ ذكروها فقال لهم لا أنتهي حتى أدخلها، فوافقه شاب حديث السن فجهزا شمعا ومعدات وطعاما وشرابا وتوجها إلى الجبل حيث المغارة، فصعدا حتى إذا بلغاها وكانت مطلة على البحر، شمرا ثيابهما وذكر الله ودخلا، فوجدا عرضها 20 ذراعا وارتفاعها 50 ذراعا، ووجدا فيها طريقا ممهدا أفضى بهما إلى سلم هابط عرضه 20 ذراعا وسمك الدرجة منه 10 أذرع، فتعاونا على نزوله وكان مقداره 100 درجة، حتى بلغا قاعة واسعة بها سرير عظيم الحجم عليه جثمان رجل عملاق راقد على ظهره بهيئة النائم يرتدي 70 حلة مزينة بخيوط الذهب والفضة، وفوق رأسه لوح كبير من الذهب عليه كتابة بلغة قوم عاد. فلما تحسس الحلل التي يرتديها الجثمان تحللت وذابت، وبقيت خيوط الذهب والفضة التي بلغ وزنها 100 رطل واللوح الذهبي، فباتا ليلتهما ثم خرجا من فتحة في حائط القاعة مفضيا إلى البحر، واقتسما الغنيمة فوقع اللوح في نصيب بسطام، فالتمس رجلا يفهم لغة عاد فترجم له ما في اللوح، فوجد فيه هذا القول يعتبر بي أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن العميد وأخو القوة والبأس والملك الحشيد، دان أهل الأرض طرا لي من خوف ووعيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد وبفضل الملك والعدة فيه والعديد، جاءنا هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد، فعصيناه ونادينا الأهل من محيد، فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد، فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. ترجمة بالقافية والوزن هذا باهر. فلما سأل بسطام علماء اليمن كيف نقل جثمان شداد بن عاد إلى هذا القبر، أجابوه بأن ابنه مزيد بن شداد لم يكن في ركب أبيه عندما دهمته الصيحة، فلما بلغه ووجد قومه هالكين نقل جثمان أبيه لهذا المكان وعلق عليه اللوح الذهبي بما فيه من كتابة. نحن أمام نوع جديد من الأساطير، فهذه المرة نجد خطين زمنيين، الأول فيما يمكن وصفه بالزمن المعلوم أي في عهد لنا ألفى به وإلمام شبه كامل بتفاصيله، وأعني عهد معاوية، والآخر في الزمن المجهول زمن قوم عاد. بل وثمة حضور مباشر لشخصية كعب الأحبار بعد أن كان لا يظهر منه سوى قول منسوب له، أما هذه المرة فهو حاضر بنفسه في مجلس الخليفة ويقول له جرى كذا وكذا وتفسيره كذا وكذا،
ولدينا كذلك شهود عيان على المدينة وقبر صاحبها. رأى أحدهم إرم ذات العماد، ورأى الآخران قبر شداد بن عاد، وعاد كل منهم ببعض آثار هؤلاء القوم. وكالعادة في سياق الحديث عن الملوك والثروات، نجد عنصر المبالغة في الأرقام والأعداد، سواء عدد الوزراء أو عدد الملوك الخاضعون للملك شداد، أو قدر الثروات المحمولة لبناء المدينة، أو عدد سنوات العمل في المدينة وعمر شداد بن عاد الذي لا يعتبر مستغربا بالنسبة لقصص الأقدمين التي نقرأ عمر المرء فيها بالقرون لا بالسنوات، إذ يسود معتقد بأن الناس كانوا يعمرون بالقرون قديما ثم تناقصت أعمارهم حتى صارت تحسب بالعقود. وتلعب القصة على ثيمة محببة إلى نفوس رواة قصص الغرائب والأساطير، وهي الرجل الذي ضل طريقه فعثر على مدينة لها سر مثير وبها ثروات باهرة. والقارئ في ألف ليلة وليلة يرى هذا النموذج يتكرر كثيرا، مع الإمعان في وصف القصور الذهبية والغرف المرصعة بالجواهر والبساتين المزهرة إلى آخره. فهذه الأشياء تبهر البسطاء وتجعلهم يفغرون أفواههم انبهارا، والانبهار كما قلت من قبل هو رزق كثير من الرواة. وبالنسبة لشخصية شداد بن عاد، فإن الراوي قد حرص على المبالغة في إظهار قوة سطوته وثرائه ورسوخ ملكه، فشداد يمثل قائد قوم عاد الذين ضرب الله بهم المثل بإهلاك القوم الكافرين ولو كانوا أقوياء، فكان لابد من التركيز والتكثيف في إظهار قوته وعظمة سلطانه لنصل في النهاية للمغزى أو الحكمة أو الدرس المستفاد من القصة، وهو هذا الملك العظيم المسيطر على الأرض أهلكته صيحة من السماء بعثها الله عليه فاتعظوا. وهو نموذج يتكرر في تيمات الملك الظالم الكافر بالله الذي أهلكه الله، فهو يقدم دائما مصحوبا بالمبالغات بوصف ملكه وسطوته ليليق بدور الشرير في القصة. بشكل عام، فإن موضوع قوم عاد ومدينتهم من الموضوعات المثيرة للفضول، لم يتوقف عند الأساطير فتعدها وشغل المتخصصين في علوم التاريخ والآثار والأجناس وغيرهم. وكما أثار الأساطير قديما، فإنه حديثا قد أثار النظريات العلمية منها ومدعية العلمية، كذلك الذي ادعى أن قوم عاد عاشوا في مصر وبنوا الأهرام، أو الذي اختلق صورا لهياكل عظمية عملاقة يفترض أنها لهم. على أي حال، فإن هؤلاء القوم يبقون لغزا استحق له مكانا مميزا في تراث القصص الإسلامي الأسطوري منه والدينيه.